دونك كيف ما العاده نتصل باداره تونسيه لقيت هذه الادارات اللي تنجموا انتم تعلمونا بهم تقولونا لو كان فما مشكله في الاداره تنجموا تكلمونا احنا نجيو اكتظاظ روتين ما يجيبوش عليكم احنا نحاولوا نتصلوا نستفسروا على سؤال هذا في الصدر بربي خوله تطلب لنا توت سويت نتصلوا بهم على رقم الافيشي عندهم في السيت نتاعهم رقم ما نقولوش على الاداره توا ما يصيرش اي لا السند السند المرسى السند المرسى فوالا الو 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 صباح النور الو 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 مكتب العلاقة مع المواطن مباشرة في على راديو مادع دونك طلبنا إدارتنا التونسية صعوبة الاتصال لا لا مش من بين وقزناش بيكون عنا حتى بان تكنيك روا مش ما نظلموش الإدارة زادة اللي يظهر لي فما بان تكنيك هذا هو اللي يظهر لي ملا نتعداو الوليد جبيلي مباشرة على عين المكان مالوريزمون إن شاء الله نفضوه الإشكال التقني هذا باش ما عادش تعاود لنا الحكاية نشوفوا وليد جبيلي مرحبا بك صباح النور وليد صباح النور عديد التشكيات وليد بخصوص السناد اللي في المرسى برشا يتشكاو من الفاتوره الغاليه فما اللي يقولوا زاد انه ماهيش قاعده تجي في وقتها المواطنين اللي تشكونا من المرسى حاولنا نلقاو استفسار يمكن فما بان تكنيك ما تحصلناش عليهم في ستوندار منا ولا منا ما نعرفش المهم هاو كنت موجود على عين المكان نمشيو نحاولوا نستفسروا وليد شكون اللي ينجم ياخذ يجاوبنا على تساؤلات المواطنين في المرسى احنا بالضبط في سناد المرفا احنا كنا نخطو للجيشي بتاع القبابة باش نحاول نوصل لشكون ينجم يجاوبنا عطاها مصباح النور معكم وليد جبيلي من راديو ماد عطوك المباشر ماذا بينا كان رئيس الاقليم ولا واحد من المسؤولين في مكتب العلاقات مع المواطن يكون معنا الصيفة بريمير ايتاج اوكي ميرسي مواصل معك وليد دونك هكا نطلعوا معك في الدروج الغادي نشوفوا شكون ينجم يجاوبنا الاداره حالت في الوقت نتصور الإدارة حلت في الوقت وشقيقتها ستيج اللي مقابلتها أونفاس بالضبط حلت حتى هي في الوقت هاي بي دونك ثمانية بالضبط الناس الكل كانت في مكاتبها هي جميلة منك شقيقتها ستيج معناها بالطبيعة هي شقيقتها لا سيرتو معناتها شقيقة المواطن معناها شقيقة المواطن صباح النور أسلمة سامعين الريسبونسابل على العلاقات مع المواطن رئيس الإقليم احنا راديو ماج نحب نستفسروا على بعض النقاط معكم السلام عليكم على موجود في مكتبه هو شكرا اي باهي هذه ظروف المباشره هكا والله العظيم باهي بنلقاو اداره اللي تتجاوب تقول لك في بيرو منا امشي يطلع من هنا حاجه باهي وليد يتجاوب في اروقه ستيك ستيك المرسى اي سيدي وليد يشتي لي من راديو ماد احنا في المباشر طلبناكم على الرقم الفيكس اللي خليته انتم بتاع متلاقات مع المواطن ما جاوبنا حتى حد حتى نسجل في الاقليم اذا كان موجود ولا واحد نوبه باش نحكيو معاه في بعض النقاط اها قداش نحكيها شويه هكاك باهي شوف انا نستنى اوكي يا المولى نستنى باهي وليد احنا باش نقعدوا معاك هاكا نرجعوا لك في وقت اللي تتحصل على شكون المهم هو موجود في الاداره الغادي هو السيد رئيس الاقليم هو رئيس الاقليم نتاع السناد نتاع فرع المرسى دخل الكاتب نتاعو توا باش تعلموا اللي احنا موجودين لنا في المقر الاغلبيه دقيقه اقل من دقيقه ونجموا نكونوا باهي برشا